خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الخير عليك يا هالة وكل سنة وانت طيبة. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا فسانت، وكل سنة وانت طيبة وأم جديدة لسه. أيوه. انت في أول المشوار، كل سنة وانت طيبة، لسه قدامك مشوار طويل. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين وبخير يا رب، ويرحم اللي فارقونا. هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ طبعا من القاهرة تحديدا من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية. نفس الأمر في شارع عبد العزيز. هنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب، هناك هنلاقي فيه سيولة بتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكثافات أمام المتحف المصري. أما كوبي أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس فهنلاقي فيه كثافات مرورية. بالنسبة لشارع رمسيس فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، ودلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنروح لتقاطع شارع صلاح سالم وهنلاقي هناك برضو كثافات مرورية بسيطة، وعند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة. كمان كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل واحنا داخلين على طريق المطار. نستكمل جولتنا مع حضراتكم في شوارع الجيزة. هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة تبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. هنروح لمحور صفت واللي بيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. وهنروح لشارع الهرم هنلاقي هناك برضو حركة السيارات في بطيئة من أول منطقة مشعل. هنلاقي كمان في كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. كمان المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، ومستمرة الكثافات المتقطعة حتى نادي الزمالك. أما المحور المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان إن فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من عند محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية، وكمان في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل. وكمان الطريق المؤدي للجامعة أيضا فيه كثافات نسبية، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في النهاردة نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص لأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32، وأقل درجة حرارة في كاترين 19 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن أحوال الطقس بس بعد شوية.